دكتور نبيل الكفراوي، استاذ امراض البطنه والسكر، كليه الطب جامعه المنوفيه، وعضو اللجنه القوميه للسكر، وعضو الجمعيه المصريه للسكر ودهنيات الدم. الحقيقه النهارده هنتكلم على الادويه الحديثه لعلاج مرض السكر. مرض السكر عندنا نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول هو المعتمد على الانسولين اللي بيحدث في الاطفال، وما فيش اي أدوية مصرح بها غير الإنسولين في الأطفال. في مجموعات من الأدوية بيستعملوها دلوقتي أو بيحاولوا يجربوا فيها أي ترايلز تانية، إنما لغاية دلوقتي نوت أبروفد بالإف دي إيه، وبالتالي إحنا مش مسموح لنا إن إحنا نستعمل الأدوية دي. مفيش حاجة اسمها بيرسونال إكسبيرينس، مفيش حاجة اسمها أنا وجهة نظري، إنما إحنا following the guidelines. فلازم الانسولين هو الحاجة الوحيدة اللي احنا بنديها للتايب 1. كذلك التايب 1 دايابيتس دلوقتي بقى الانسولين مفيش حاجة اسمها بريميكس انسولين، برضه في بيزال بولس لونج اكتنج انسولين بلس الشورت اكتنج انسولين، هو ثلاث مرات دي الطرق الحديثة لعلاج التايب 1 دايابيتس. التايب 2 دايابيتس في عندنا مجموعات كتيرة من الأدوية استحدثت في المرحلة الأخيرة، وانتم عارفين الكلام ده طبعا. اولا المجموعه اللي هي جي ال 1 ريسبتور اجونست، سواء الليراجلوتايد سواء الديولاجلوتايد اللي هو الوانس بير داي او الوانس ويكلي، دول لا يغنوا عن الانسولين. يعني ما هوش انسولين، ما يجيلكش العيان يقول لك ايه الحقنه اللي كل اسبوع اللي بتخلينا بطل انسولين. لا، لازم تفهمه ان الانسولين ده هرمون، والجي ال 1 ريسبتور اجونست ده هرمون تاني خالص بطريقه بيختلف عن الانسولين، وبيشتغل بطريقه مختلفه غير الانسولين. مميزات الجي ال 1 ريسبتور اجونست الحقيقه ان هم بيشتغلوا بطريق مختلف، زي ما قلنا بيهبطوا الجلوكاجون او بيعملوا سبريشن للجلوكاجون، بيشتغلوا ان جلوكوز ديبندنت مانر، وده حاجه مهمه جدا، فبالتالي ما فيش هايبوجلايسيميا، بيبقى فيها اسوشيتد وذ ويت لوس. واخيرا كمان بقى فيهم كارديو فاسكولار بروتكشن، يعني مش بس ان هم بيقللوا سكر، انما كمان بيحموا القلب في من الاثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز ومن الكورونريز ومن الستروك ومن الكلام ده كله. فدول بيستخدموا بكثره اليومين دول لحمايه مرضى السكر من امراض القلب والشرايين. كذلك مجموعه ثانيه بتشتغل برضو اللي هي الاس جي ال تي 2 انهبيتورز، اللي هم بيشتغلوا عن طريق الكدني، هو بيزودوا الاكسكريشن اوف جلوكوز ثرو ذا كيدني، وبالتالي بيبقى بيشتغل بطريقه اندبندنت كومبليتلي فروم ذا بانكرياس، ومفيش اكزوشن للبانكرياس، مفيش هايبوجلايسيميا، بينزل السكر في البول. وبرده الجروب ده اوف ذا دراجز اللي هم الامباجليفلوزين والدابجليفلوزين الاثنين بروفن كارديو فاسكولار سيفتي، يعني مش بس سيفتي انما كمان بينيفيشال افكت، بيقللوا برده ال امراض القلب، وبيقللوا امراض الشرايين، وبيقللوا الذبحات الصدريه والسكتات الدماغيه والكلام ده كله. ودول برضو بيستخدموا في البيشنتس اللي هم عندهم كاردياك كونسيدريشن، فده مهم جدا. عشان كده الجايد لاينز حطت لنا المجموعتين دول اول حاجه في المانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس immediately after metformin. يبقى لازم نبدا بالمتفورمن الاول وبعدين ندي المجموعه دي. الدي بي بي 4 انهبيتورز اللي هم طبعا السيتاجليبتين واللينجليبتين، دول بروفن كارديو فاسكولار سيفتي، يعني ما فيش بينيفيشال افكت، انما عندهم بنقدر نديهم لاي بيشنت عنده كاردياك ديزيز، فبالتالي برضه دول سيف على الكاردياك، برضه لهم نفس الميزه ما فيش هايبوجلايسيميا، لهم ويت نيوترال افكت. ده الحاجات الحديثه في تايب 2 دايابيتس، واحنا في انتظار طبعا الستيم سيل ستيم سيل ثيرابي والبنكرياتيك ترانسبلانتيشن، هما الحاجتين دول الفيوتشر في خلال سنتين ثلاثه اللي جايين، هيبقى الكلام فيهم كتير ان شاء الله. ده الموضوع الاولاني عن الابديت مانجمنت اوف ذا تايب 2 دايابيتس. الموضوع الثاني اللي هو سكر الحمل، الجستيشنال دايابيتس. ده الجستيشنال دايابيتس ده طبعا انتوا عارفين ان هو اي واحده بتبقى حامل should be screened for diabetes from the first day لو كانت هاي ريسك. هاي ريسك يعني ايه؟ يعني اوبيز، يعني جالها جستيشنال دايابيتس قبل كده، يعني كان عندها فاميلي هيستوري،
يعني عندها بوليسيستيك اوفريز، كل دول هاي ريسك في ميلز، دول شود بي سكريند فروم ذا فيرست داي. دي اول حاجه. لو ما هياش ريسكي في ميل او اي حاجه، ما عندهاش اي حاجه من اللي احنا قلناهم، يبقى بنعمل سكريننج للدايابيتس في الاسبوع ال 24 للاسبوع 28. هو ده السكريننج اوف دايابيتس في الوقت ده. مهم جدا طبعا ان احنا الجستيشنال دايابيتس برضو نعرف ان الحاجه المسموحه الوحيده هي الانسولين لغايه لما تولد وتخلص رضاعه، وبعد كده نبتدي ناخد الاقراص اذا كانت هتحتاج اقراص. فيبقى احنا عندنا الانسولين، الانسولين ده ممكن نستخدم بريميكس انسولين، ممكن نستخدم بيزال بولس انسولين. في انسولينات مسموحه في الحمل، كل الهيومن انسولين مسموح، الاكت رابيد والانسولاتارد والميكس تارد، الكلام ده كله مسموح. في الانالوجز الوحيد اللي مسموح اللي هو الليفيمير از بيزال انسولين، والنوفو رابيد والهيومالوج از شورت اكتنج انسولين، دول اللي هو مسموحين بيهم في الحمل. طبعا ارقام الكنترول اوف دايابيتس في البريجننسي مختلفه تماما عن ارقام في من غير البريجننت في مين. يعني في البريجننسي لازم الصايم ما يزيدش عن 95، واللي بعد الاكل بساعتين ما يزيدش عن 120، واللي بعد الاكل بساعه عن 140. الارقام دي مهمه جدا عشان الطفل يبقى في امان، والام برضو في الولاده هتبقى برضو في امان ان شاء الله. شكرا.